انت لي بسيطه. انا حسيتها مغرومه. ما كان في شيء بيناتنا. خليني اخبركم حادثه صغيره بس لتعرفوا من هي فلك مزبوط. الكل بيحبها قال. اوكي حبيبي، معناته خليوني يجهزوا لي كم قطعه وانا ببقى بايسون. تمام، بس يصيروا عندي ببقى بخبلك. اوكي. باي 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 باي. سوري بس انت صفيت محلي، انا كنت عم صف هون، يعني مو معقول تكون ما شفت الغماز. ليه بسيطة هلا صفيت ومش الحال، لإلك صفة تانية. قلت لي بسيطة؟ بس أنا حابة صف هون، فياريت تتفضل وتشيل سيارتك من هون. مدام بدل ما تحكيني وتاخدي وتعطي تضيعي لي وقتي، كنت لقيتي لك شي صفة تانية. شيك يا مجنونة. حبيبي هلا كنت جاي اتصل فيكي، طمنيني عنك. حطيتي ابنك بالمدرسة؟ هدول كتير صعبين ما بيقبلوا مين ما كان. خلص انا بزبط لك اياها. يا ريت تفوتي بالموضوع دغري، المام صاحبي ولا لا؟ رح احكي لكم، دكتور الما عن جد مرة كتير لذيذة، بس حكي قليل، يعني ما بتاخد وبتعطي، بس ذكية كتير. ايه انا حسيتها مغرومة لأن عيونها كانوا عم يبرقوا برق ووجهها عم بيضوي تضواي. المهم في رجال بحياتها. ايه وعم بيفوت ويطلع لعندها عالبيت كمان. رح تسألوني كيف عرفتي؟ رح قلكن لقيت غرض لإله نسيه عندها بالبيت. أنا هيك تمام، مو معقول جوال المحل بجنن، لقيت فيه كل أغراضي وخلصت كل الهدايا. إيه شفتي؟ بالصفيان كريم. حبيبي ما تعتلي هم، بكرة بتنقي له أحلى كادو، ما أنت مزوقة ما بينخاف عليكي. بس قولي لي، بلكي بساعدك، حتى شي براسك عبالك شي معين تشتريه؟ ما بعرف، كريم عنده كل شي. بس يعني هو كتير بيحب ال كافلينكس. تفضلي مدام فلك. هاد بليز. فورا. ملفوفة بجاكيت استاذي، متخيلين المنظر؟ متخيلين الفضيحة؟
لحظة شوي، هي القصة اللي صارت؟ يعني انتو ما كان في شيء بيناتكم؟ لا لا طارق، ما كان في شيء بيناتنا. ايه وبعدين شو صار؟ بعدين مدير المدرسة جاب أعز رفقات عندي وسألهم شو اللي صار؟ حكولي. تعرفي شو قالوا له؟ كذبوا. ايه كذبوا. طبعا كان واضح انه هن متفقين على هذا الشيء، واتهموني اني انا على علاقة مع استاذي. بس هيك بهي البساطة فصلت من المدرسة، تقلعت، وخالد وقفوه عن الشغل. شو اللي فكرت منه؟ بشو عم بتفكري انت؟ جاوبيني. شو هاللي حجرتي؟ خلص اسكت. ولك عيب، انا ما شفت اوقح منك بحياتي. جاي على نص السهره اللي فيها جوزه ولابسه العقد ليه؟ عم تذكريه بالماضي؟ عم تلفتي له نظره؟ شو بدك؟ جوال خلصنا من بلا صغر عقل. بدك تزبطيه؟ انا بعد مش شايفه هيك. تركت من 20 سنه صاحبك وتركت، خلصنا بقى. تعي لهون، منك رايحه لمحل قبل ما اعرف هيدا العقد. انت ليه لبستيه؟ ليه؟ بدك ترجعي للماضي؟ جنيتي انت بدك ترجعي لإلك؟ ايه؟ شو صار يا صبايا؟ شو عم بتصير يا جوال؟ كريم عيب عليك، ما حدا فيني، خلص بقى. اوه شوي، عيب اللي عم بتصير. ما فيك تاخذي طارق مني، شو فهمتك؟ جوال شوي، طارق لإلي ما حدا بياخذوا مني، طارق جوزي لإلي، شو فهمتكم؟ اتركوني يا جوال. وين رايحة انت؟ جوال ما رح تاخذي مني، خلص ما حدا بياخذ طارق مني، شو فهمتك؟ جاي عيب. ناس بهالدنيا مقسومين لقسمين، ناس عندها قدرة على الأذى وناس لا. شو عملت؟ وللأسف بهيدا الوقت يلي نحن فيه، الطرف الأول دايماً هو المسيطر والربحان. بس يلي مثلي أنا وياكي، أهم شي بالنسبة لهم مش يربحوا معركة، الأهم إنه يكون ضميرهم مرتاح حتى لو خسروا كل شيء بحياتهم. ما قلت لكم بلا ما نفتحوا لهالمصباح؟